استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم الشاعر محمد هادي الحلواتشي، حيث تشرف بإهداء جلالته لوحة فنية كتب عليها الأبيات الشعرية التي نظمت بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في المملكة. كما قدم الشاعر الحلواتشي إلى جلالة الملك المعظم إيجازا عن هذا العمل الفني الذي رسم بريشة الفنان عباس الموسوي. وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره للجهد الذي بذل في إعداد هذا العمل الفني المتميز الذي يعكس إبداع الشاعر محمد هادي الحلواتشي والفنان عباس الموسوي، متمنيا جلالته لهما كل التوفيق والسداد. أتيت وكنت على الموعد لترقى رقيك في المشهد، وجئت وقد كان يوم اللقاء بداية عهد جديد ندي، وفي عزمة عزمات الرجال بكم في مسيرتها تقتدي. بدأت المسيرة في همة وشمرت عن ساعد أيدي، وبادرت للأمر مستلهماً كريم الأرومة والمحتدي، برأي سديد رشيد حكيم يشير إلى النقطة الأبعد، وقلب تدرع عند الصعاب بعزم لدى العسر لم يخمد، وجاوزت فيه شموخ الطموح برأي على السهل لم يجمد، فأصبح كل بعيد المنال قريبا نلامسه باليد. وخمس وعشرون قد أكملت من الخير والسعد والسؤدد، تشير إلى تلكم المنجزات بفخر إلى الواقع الأرغد، وتهنئة من صميم الفؤاد يقدمها الشعر يا سيدي، وتهنئة من صميم الفؤاد يقدمها الشعر يا سيدي.